اهلا اهلا وسهلا الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، ولكن كلشي على هاد الشده. تخيلت راسي بحال هازه اسطوانه الحمام ثقيله. المهم نحطها ونهضر معاكم. واش كتعاودوا؟ كلشي بخير، اموركم مزيانه كيف العاده؟ نتمنى ان شاء الله الصحيحه، المورال، كلشي يكون هو هذاك. المهم اختكم انتصار هاد اليومين هادي غارقه، عرفتي؟ كنت حاقره الدار من البارح في الصباح، قلت شوف انتصار غدا غادي، زعما على البارح قلت انت غادي تنوضي الصباح غادي تلقى، ما تجي فين وصل العشيه تلقاي كملتي الدار. ودابا تخيلوا من البارح واليوم وباقي عرفتي وحله وحله، وباقي كنظن باقي تابعنيش لا واش الوالي. الدار ملي كتكوني حاقراها كتقولي لا، الدار عندي غير الاساسي، كل حاجه شاده بلاصتها. لا لا لا، كتكذبوا على راسكم. ملي مشيتو جبدتو القناه والبلاكارات والمجوره كتلقاو خير الله، كتقولي او هادشي فوقاش، فوقاش شرينا هادشي، فوقاش يعني كاين شي حوايج اصلا كتلقاي راسك ناسياهم. فهكاك علاش البنات ان شاء الله نتمنى هذا الفيديو هذا يحفزكم، ماشي حتى انا راحله علاش كنقص، لا 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 لا، فيديوهاتي راه شاهدين على هذا الموضوع هذا، يعني جوج حتى ثلاثه المرات في السنه كنحاول نقص، وماشي كنقصوا داكشي اللي مقطع ومخايب ومهرس ومدقدق، لا، نقصوا من هذاك الشيء اللي باقي عزيز علينا، لدرجه راك تشوفوا فيديوهاتي فاش كنقص المعن كتقولي واش هذا الشيء زايد عليك، احق زاغوا عليك الفلوس ولا هذا وهذا. ماشي مساله زاغوا عليا الفلوس، مساله انكم خاصكم تربيوا راسكم وتربيوا وليداتكم على واحد القاعده، تحيدوا من داك الشيء اللي باقي زوين، ماشي تيتقطع ويدقدق عاد نوضوا نعطيوه، لا، نحيدوه. سبحان الله، شوفوا راه فاش كتنقصوا وكتعطيوا الناس محتاجين بامور اكثر منكم، ربي كيفيض عليكم سبحان الله الرزق. يعني بعض المرات كنحيدوا مثلا غير حوايج سبحان الله، كيقدروا يجيو كادوات، يجيك مثلا ناس اخرين مثلا يجيبوا لك شي حاجه، يجيك شي رزق سبحان الله باش تكسي باش تفرحي. يعني كما نقولوا تهادوا تحابوا، ماشي زعما غير ككادو، لا، حتى الحوايج مثلا نحيدوا الحوايج، نحيدوا معنات، نحيدوا ديكورات، وربيو وليداتنا تاع لهذا الشيء. وان شاء الله تشوفوا وليداتي اليوم غادي ندخلهم حتى هما ينقصوا حتى هما من الحويجات ديالهم، من معنات، من معناتهم ومن الالعابهم وكل شيء. البنات اول حاجه كنت بديت بها البارح واللي هي حوايجي وحوايج الدراري، واخا صراحه انا باقا ما مقتنعاش، مازال باغا ندخل ان شاء الله البلاكار نقص. مازال مثلا عندي، كانوا عندي هذا لي كارديغان، ما تعرفوا هادو اللي كيتلبسوا كترميهم بحال هذا اللي لابسه تماما، مثلا هادو كنت كما شفتوا من شين كنت خديت بزاف، فجا الوقت باش نقص. يعني مادام خديت كاين نحيدو داكشي اللي مثلا يعني كان عندي مده، بحال هادو كلهم كيجيو طوالين، يعني كتلبسيهم فوق الحوايج هادو، حيت هاد الجاكيطات، حيت البانوار، بديت كنقص كذلك في الحويجات تاع البرد بحال هاد سميتو. ما تعرفوا دابا كناخذ انا خاصني نقص هنايا، كنت حيت كذلك حاولت نقص من البيجامات ديال البرد، حتى هو دابا صافي تقريبا ان شاء الله وقت البرد راه قرب يخرج. هاد التريكوات هادو كلشي نفس الشيء درت للدراري، حتى انا باقا كما قلت لكم مازال باقا هنايا فهمتيني، باقا حاطه عيني مثلا هاد البيجامه هادي. كنت مثلا بعض المرات كتشري شي بيجامه بالعشاق، بحال مثلا هادي كنت شريتها نقدر نقول لكم لبستها شي جوج ولا ثلاثه المرات، واخا كتجيني مثلا مزيره ما كنحسش براسي كومفورتابل، كنقول لا لا حيت باقا مثلا جديده، لا خليها مازال غادي نلبسها. كل مره كنقول لا لا، كنبغي مثلا كنبغي نبدل كنمشي عاوتاني جهه كنقول لا لا خليها نهز واحده اخرى حيت هذه مازال غادي نلبسها. ديما كتبقاي تقنعي راسك انك حيت مثلا شي حاجه باقي ما كما نقولوا ما بردتيش فيها غدايلك، كتبقاي تقنعي راسك لا مازال نلبسها مازال نلبسها، وكيجي الوقت ما عمرك ما كتلبسيها. فداك الشيء اللي وقع ليا، فهكاك علاش هذا الشيء كلشي ان شاء الله دابا غادي ندوز نقادو ونديرهم نديرهم مثلا في ساشيات ولا هذا، باش ان شاء الله البنات اللي داير معاهم مثلا غادي يشوفوا كيجيو يشوفوا مثلا الا بغاو شي حاجه من هاد الحوايج، الا ما بغاوش هذيك الساعه راه كاينين هنايا بزاف المحلات تاع تبرعات تاع ناس اللي كيكونوا مثلا كيبيعوهم وكيساهموا بهم في جمعيات تاع يعني جمعيات مثلا ديال المرضى بالقلب ديال اليتامى، المهم كاينين بزاف هنايا تاع الجمعيات بحال هاد الستيل هذا. صافي دابا كملت الطويان تاع حوايجي، غادي ندوز نقادهم هنايا فرجعهم في السله. وبالنسبه لحوايج ولادي كما تعرفوا انا اختكم كتكره الطويان لي اكثر مرحله ما كنحملهاش فاش كنجلس نطوي الحوايج، فاش قلت حوايج الدراري مازال ان شاء الله عاد غادي تجي واحد السيده تشوفهم، يعني تشوف الا محتاجه شي حاجه منهم، فقلت ما كاين لاش نطويهم لان غادي خصها تحلهم كاملين باش تشوفهم، فقلت صافي والله ما تبقاش نخليهم هكا حتى تعزل منهم داكشي اللي بقى عاد نقادوه من بعد. ودابا وصلت لوقت الفولارات، مش حال هادي وانا مغدى عليهم بغاوي فوقاش ندوز نقص منهم، خصوصا اللي لاحظتو مؤخرا في فيديوهات بدلت ستيل تاع نوعيه الفولارات اللي كنت كندير، شحال هادي كنت كندير هادوك اللي شويه غلاض وطوال وهذا،
دابا وليت مبليه بهادو تقريبا وليت كناخذ منهم كاع الالوان. غادي ندوز نوريكم كذلك. بزاف كنتو كتسولوني كي كديري الفولارات، شاركينا الفولارات كيفاش منظمهم. فالمهم كاع الفولارات منظمين في هاد المجوره هادو، فغادي تشوفوهم نتبع معكم شويه بشويه باش تشوفوا كذلك كيفاش منظمهم. الاحسن قرب كاميرا باش تشوفوا. صراحه جربت بزاف 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 ديال المنظمات تاع الفولارات، ولكن حتى وحده ما قنعتني قد ما قنعني هاد الستيل هذا. انك تنظميهم في المجر بهاد الشكل هذا كيبقاو منظمين، ما كيتخربقوش، وحتى الالوان كيبقاو واضحين. يعني نقدر نقول لكم دابا هادي 3 سنين وانا متبعه هاد الطريقه هادي، نفعتني وعجبتني بزاف. المهم كما تشوفوا كنهز الفولار اللي بغيت كنستعملو منين كنكمل كنطويه ونلويه ونعاود نخشيه. المهم كما شفتوا هاد النوع هادو الفولارات تقالين، فانا غادي نحيدهم ان شاء الله. كاينين بزاف هنا البنات كنشوفهم كيعجبوهم هادوك الغلاط. ها انتم طحت ريبت الحفله. المهم هنايا المجر الثاني هذا فيه نوع اخر من الفولارات. هادو مثلا زوينين كيعجبوني، هادو كلهم تقريبا ماشي بزاف باش خديتهم. كاين شي حوايج كناخذهم مواقع، كاين شي حوايج كناخذهم محلات، كاين شي حوايج كناخذهم من المغرب، غالبيتهم من المغرب. هنايا كما تشوفوا عندي هاد المنظمات هادو دايره فيهم هادو ديال الدونتيل، كلهم كاع الالوان اللي عندي دايرهم هنا. وهادو غير هادوك لي بوني او هادوك نينجا سكارف اللي كيتجاو تحت الفولار. المهم هادو مثلا هادو كميمات، هادوك اللي كيجي مثلا كتكوني بعض المرات لابسه شي كم نصكم ولا هذا كتبغي كميمات تلبسيهم بحال هادو، يلا تا هما كتخديتهم ماشي بزاف. المهم هادو كاع الالوان. كاين هادو عاوتاني، هادو منظمه فيهم غير هادوك اللي فيهم دي موتيف او فيهم الوان، يعني باش منظمه داك هذاك الشيء. ها انتم هادو كل ما يبان لكم داخل فيهم زواقات او مخلطين بالالوان. هادو حتى هما شي وحدين غادي نقصهم، شي وحدين باقين يعني باقا غادي نخليهم، وكاين شي وحدين اللي غلاط بزاف اللي غادي نشوف راسي ما بقاش نستعملهم غادي نحيدهم. وغادي نوريكم علاش، لانه كما قلت لكم هادو هما الفولارات اللي وليتو كتشوفوني كندير مؤخرا. هنايا ها انتم كما تشوفوا تقريبا كنقول خديت كاع الالوان. والله اعلم ونقلب الكاميرا نهضر معكم. واش غير انا اللي مفروحه ولا كاينين شي مفروحات بحالي؟ المهم انا كنعيا من ناخذ في الالوان، كنقول صافي كاع الالوان عدي تاع الفولارات. كنجي بعض المرات نبغي نلبس شي حاجه كنبقى نقلب نقلب نقول ويلي ما عنديش هاد اللون، كيفاش زهق لي هاد اللون هذا؟ وتعاودي تمشي تشريه عاوتاني تضرب دوار تلقاي عاوتاني داك اللون ما عندكش. المهم حنا ديما عندنا شي لون ناقصين. ولا حنا اللي مفروحين. المهم هكاك علاش غادي نحيد، مادام شريت هادو جداد غادي نحيد ان شاء الله هادو، لان كما قلت لكم بزاف هنايا تاع البنات كنشوفهم كيعجبوهم فنعطيهم ليهم. علاش غادي نبدا بقى غادا هكا متسلسله، حيد هذا غادي نحيد هذا غادي نحيد هذا. هادو مازال شويه خفاف هادوك، عرفتيهم واش كيتسموا؟ عندهم واحد السميه دوك اللي كيلصقوا، الله الا مشات لي سميتهم. المهم هادو غادي نحيد هذا لان خديت اللون. المهم انا كنحيد اللون اللي خديت في هادو، حيد هذا غادي نحيد هذا غادي نحيد هذا غادي نحيد هذا نحيد هذا نحيد هذا، حيت كيما شفتوا هاد الغوز هذا لابساه فيعني عندي هذا حتى هو خديته غادي نحيدو غادي نحيد هادو خلوان زوين ولكن صافي غادي نحيد هاد الصفر هذا حتى واحد خديته صافي. تقريبا غادي نخلي غير هادو، هادو نعاود نرجع ننظمهم باش ما يخسروش. هذا واخا داير هذا خفيف يعني ماشي غليظ بزاف فصافي. المهم حيدنا علينا هاد اللون هذا زوين، هذا ما لقيتوش في هاد الستيل هذا فنقدر نحتاجو عاد حيت عندي البيسات في هذاك اللون، حتى الا لقيته ان شاء الله عاد نقصو. صافي تقريبا كما شفتوا حيدنا، غادي ندوزو لتحيد هذا صافي غادي نحيد هذا صافي غادي نحيد هذا غادي نحيد هذا الخضر كنظن حيت هادو كما شفتو هادو الملونين بعض المرات كيعجبوني فما كتلقى بيان سور ما غاديش نلقاهم هنا فهاد الستيل هذا. فتقريبا هادو كلهم تقريبا خفاف ماشي غلاط بحال هادو. دابا قاديتهم في الاخير بقيت زدت شي وحدين، ضربت عاوتاني الدويره الثانيه كلهم طويتهم قاديتهم راه باقيين يعني نقيين مصبنين وكلشي، غير هما شي وحدين خاصهم يضربوهم لهم هكا بحال البريسه خفيفه
وصافي ندوز تما ان شاء الله نقادهم هكا فواحد البلاستيكه. وهنا البنات البارح كنت كنخوي واحد لا تروس هكا كندير فيه الباسبورات ولا كارت وداكشي، ونطيح الباسبور المغربي. المهم واخا اكسبيري يعني قديم ماشي جديد، ولكن كلشي على التصويره بلاتي ندرك المعلومات ونوريكم التصويره. زعما السيده كتبان بعقلها واش كتبان لكم ولا مضبه؟ المهم التصويره هذه باقا عقلاني بحال البارح صيدت. شوف دغيا دازت الوقت. المهم الوعره كنت طحت في هاد لي فيش هادو ديال لومباركومون. شوف زعما السيده خدمت الذكاء ديالها ولكن خدمته في وقت غير مناسب. المهم مولفه انا دابا كتعرفي فاش كتبغي تدخلي من المطار باش يطبعوا لك كيخصك هاد الاستمارة هادي تمشي تعمريها وتشدي الصفوفه وكتلقاي الناس سبقوك داكشي. قلت شوف انت ساره تخدمي الذكاء ديالك، هاد المره غادي تمشي تهزي القياس زعما الا ما بغينا نسافروا ونعمر مشي معمراهم في المطار زعما معمره كلشي لي زانفورماسيون باش غير نهبط من الطياره ندخل انا الاول ندفع ونخرج. هذيك الساعات منظر كانوا لي راه صافي راه زعما قريت مؤخرا انها راه صافي ما بقاتش هاد هاد الاستماره هذه وليتي يمكن كتجي وكتدخلي نيشان. المهم واش هادشي بصح ولا لا؟ على هاد الحساب هادو زعما ضيعت فيهم الوقت وصافي بالي غادي نرميهم. ولقيت هنايا واحد الغزيطي هذا ديك راه شو البزطر كيدير. هذا كانت شحال هذه كانت خداتهم لينا ماما وخا كله تشرق وداكشي ولكن ما سخيتش بيه لانه كانت ماما باقا عاقله سوفونير كانت خداتو لنا انا وخواتاتي كلنا كانت خداتنا في الغوز وفي الزريرق وداكشي وكانت بقى ليا جامعه فيه صريفه تاع المغرب. دابا هاد الصرفه هادي شنو نشري بها؟ بلاتي ها 100 ها 10 دراهم 300 دريال 360. المهم خير الله تقريبا نقولوا عندي شي 400 وشي حاجه الثروه الثروه تاع المغرب هادي. فمنين كملت من الحوايج كنت دزت حيت هاد السماطي هادو تعقلوا على السماطي هادو كانوا واحد تقريبا هادي واحد العامين كانوا لا مود هاد العراض هادو. المهم دابا ولاو رجعوا دوك الرقاق فحيت هاد العراض كاملين اللي كانوا عندي. هنا كنت بقشيش هاد المجوره هادو اللي لتحت كنت حيت شي كريمات. المهم شي حوايج بحال هاد لي باليت هادو هادو ديال سميتو الكونتورين وهادشي ما شحال هادي يعني كنت خديت باليطات جداد فهادشي ما بقيتش كنستعملو حيدتهم. هنا عندي شي هادوك الكيس تاع التليفونات المهم شي تخربيق هنايا شي كريمات ودوك اللعيبات. هنا كنت حيدت واحد لي زاكسيسوار وداكشي تاع العنق هادشي كلشي ما بقيتش كنديرو. فمهم هادشي هو اللي بقشيشت في هاد المجوره هادي عاد باقي خاصني ندوز لبلايص اخرين. وهنايا عاوتاني داكشي اللي كنت الحمام البلاكارات لتحت حاولت نقصهم حاولت نحيد الديكورات وداكشي بزاف. المهم عقلتوا على هذا البلاطو هذا اللي كنت صايبت معاكم. المهم شي ديكورات بحال هاد العيبات داكشي تشمع بحال هاد العيبات شي كريمات كانوا عندي شي صابون هادي كنت خديتها على ود زعما الكورلي شعر بوكلي ما جربتها صراحه جاتني ما عجبتنيش فحيدتها. تبقى عرفتي شحال هادي عرفتي تقريبا نقول لكم هادي 3 سنين ولا 4 سنين باش خديتها ومره وحده اللي خدمت بها. ومن بعد بقيت كنقنع راسي لا خليها دابا تخدمي بها لا خليها تخدمي بها عمري ما خدمت بها. هنا دابا جيت لهذاك البلاكار اللي جا اون فاس مع بيت النعاس ديالي اللي كما وريتكم شاركت معكم شحال هادي انا كندير فيه داكشي تليزور الفوطات الخشيه تاع المخاد. المهم هذاك المونطات صغيورين دايره فيه حتى البومات تصاور المهم كندير فيه شلا سبقشيش فدابا غادي ندوز نبالي به حتى هو. ففي هذا البلاكار اكثر حاجه كنت كنتسنى غير الفرصه باش نقصها منه واللي هما واحد لي ريدو اللي كانوا عندي وخصوصا دابا ان شاء الله الدار اللي خدينا يعني كلها فيها دوك الريدوات اللي كيطلعوا كيهبطوا يعني هاد الريدوات ما غادي تكون عندهم حتى فائده. فمهم كان عندي شلا هنا شلا الوان حتى تعرفي بعض المرات كتبدلي الكوفر اللي كتبغي تبدلي الريدو ولا كتبدلي الزربيه كتبغي تبدلي الريدو فهادو كلهم ما بقى عندهم تنفع. المهم انتما الوان هذا عندي الكوفر اللي ديالو هذا كنت شحال هادي كنت خديته اونصومبل كان جا فيه المخاد الكوفر اللي وكان جا معاه حتى الخوامي تاع البيت. المهم زوينين هما طوال ولكن الكوفر اللي غادي نحتفظ به لانه يعني باقا محتاجه غير هادو ديالو اللي ما غاديش نبقى نستعملهم. المهم هما كانوا جويجات هما غادي نحيدهم. هنايا لتحت لعقلتو عندي هادو لتحت المهم هادو اللي عندي في صاله مونجي كانوا عندي حتى في جهه الفوتوي منين كنت بدلت الجلسات الفوتوي كنت درتها في الزرق وداكشي حيدتهم ودرت بلاصتهم الزرق فتا هما غادي نحيدهم. هادوك اللي عندي لتحت غادي نخليهم للمالين الدار يعني اللي خداوها معدنا غادي نخليهم ليهم. هنايا عندي عاوتاني واحد اخرين عندي واحد الواحد هذا صافي حتى هو وهذا زوين وان هذا كان عندي ديال الحمام هادو الريدوات ديال الحمام هادوك اللي كيكونوا امبيرميا كيكونوا زوينين ولكن
بان ليا حتى هو صافي ما غاديش نبقى نستعملوه. عندي هذا ما عرفتش شنو هو، هذا خرج هذا الميكا ما عرفتش شنو فيه. من بعد كان عندي واحد الكوفرلي حتى هو حيدته. هذا هذوك ديال البلاستيك ديال الحمام حتى هو. هنا هذوك كان عندي واحد سيريت الفوطات خليت منهم، كان عندي بزاف خليت منهم غير جويجات وحيدت جويجات، شي وحدين اصلا كترميتهم. المهم هذا البلاكار هذا واخا صغير مطور شحال كان هذا الشيء تاع القشقش حتى هو، هذا الشيء تاع بحال شي المنظمات بحال التسليلات وهادشي هادشي كلشي غادي نحيدو. لكن الشيء تاع الطاور، المهم شي سلات هنا في الفوطات لي زور، هاد اللمبة هادي تا هي. هادي ولادي شخشخوها واخا ماشي بزاف، اش خدينا طيروا لها الحجر طيروا لها كلشي. الدراري تا هما الله عطانا ببركتهم، كيدير اش كيديروا الروينه. صافي دابا كملتها فضيتها مع بيتي. كما شفتوا الحمامي كلشي داكشي البلاكارات، بقى واحد المجوره تما واحد خمسه المجوره اللي باقي خاصني ندخل نتغلغل فيهم نشوف تا هما ان شاء الله نقادهم نقص منهم داك العيبات. دابا غادي ندوز لبيت ولادي كما شفتوا راه وقت حداه، ولكن ما بغيتش انا المهم الحوايج انا اللي تكلفت حيدتهم، ولكن مثلا لعابهم قصصهم وداكشي ما بغيتش انا مثلا انا نفرض عليهم اشنو نحيد وشنو ما هذا. كاين شي حويجات مثلا بغيت نعطيهم فرصه انهم يتعلموا حتى هما يحيدوا من يحتفظوا بداكشي اللي كيلعبوا به باقي زوين باقي عزيز عليهم، وداكشي اللي مثلا ما بقاوش بغاه ولا مثلا عندهم زايد ينقصوا ان شاء الله نعطيوه لوليدات اخرين. فهكاك علاش غادي نخليهم يتكلفوا هذه المهمه، ونتمنى حتى نتوما ان شاء الله دائما تاونغاجيو او تدخلوا وليداتكم في حال هذه المهام هادو، يعني تعطيوهم فرصه حتى هما يحسوا انهم حتى هما راه غادي يحيدوا حويجات باش يعطيوهم وليدات اخرين. هكاك علاش غادي نعيط لهم. اليزا اريس زوزو مامي هلو جايز هلو هلو وات ار يو دوين اجيو مامي باش نحيدوا واحد اللعيبه تاجيو. جري 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 قولوا بعدا وقفوا تما وقولوا السلام. طيحوا لي الكاميرا قولوا السلام، وقفي تما وقولوا السلام. عندك ما طيحوا لي الكاميرا قولوا السلام بنات. السلام بنات اما شافوك شدير لهم هنا السلام. سلام سلام طيحوا الكاميرا. مهم يلا دابا غادي ندوزو ندخلوا البيت ان شاء الله. شافوا سلام قولوا لهم لاباس لاباس. المهم ولدي قلت ليها انت جمع الاسطول البري والجوي والبحري ديالك. واكثر حاجه كيحمق عليا الطوموبيلات. المهم انتوما كوليكسيون ديال الطوموبيلات، فان شاء الله يعني ما يمكنش انا نديو هادشي كله انتوما. كان الماركات يلا سير دابا اش قلت ليه، قلت ليه باش ندير معاك ندير لك معاهم الصوره تذكاريه غادي. المهم هو داير البوز شوفوا البوز. قلت ليه ندير لك معاهم التصويره تذكاري غادي دوز تستفهم كلهم وصافي وقادوهم نضرب ليهم معاهم شي تصويرات وصافي زعما لي الذكرى. باش ان شاء الله حنا غادي نبداو نقصو. يلا دابا قاد هاد الكاميو هاد التراك هذا ديالك دوز انت قادهم تقادهم يلا كمل المقاده. فصافي من بعد ما قادينا الطوموبيلات مع بعضياتنا مسكين فرحان ناشط راه كاس كيشوف تصاورو، درت لي واحد الفيديو هكا خفيف ظريف باش يبقى هكا لي الذكرى كما نقولو. من بعد هاديك التصويره وصراحه جاو فنيين، خرج لي شي وحيده منهم نعلقها ليه من بعد في البيت وهو ما فراسو ما يتعاود. دابا عاد غادي ندخلو للصح لان ما يمكنش ليا نبدا غير نجمع في اللعاب اللعاب اللعاب، خصوصا الدراري تبارك الله اللي شافوها كيبغيوها وما كيقنعوش، خصوصا مثلا ولدي انا الطوموبيلات عشق لا ينتهي. فكك علاش دابا غادي ندوزو ضروري نقصو منهم واحد شويه، نخلي لي هكا واحد شويه كيلعب معاه راه مازال ان شاء الله من بعد ناخذ لي واحد اخرين. يلا مامي اريز اريز يلا دابا حط التليفون وجي وريني مامي شنو اللي كيعجبوك بزاف. Because we need to keep only your favorite cars and trucks, okay? يلا مامي هاك على التليفون وفرحان والتصويره. يلا قول يا مامي your favorite ones, okay? My favorite. Because we can't take all of them in your new house. Okay. Mm-hmm. يلا. My favorite to get in your new house. Okay. Oh, we can keep the small ones, it's fine. Okay. We can keep those ones, okay? And for the Lamborghinis, we're gonna take only one, okay? Take one away. Can you choose one and give? Okay, alright. يلا خلي لك واحدة. مامي هذاك البايك، أعطيني البايك. بايك تاهي نحيدوها. كلها خططتيها أصلاً. يلا مامي، where about the big truck؟ نحيدوها مامي؟
حيت كاينين وليدات صغار يعني نعطيهم ليهم هنايا كنعرفهم يفرحوا بهم كثر. يلا مامي هز اجي يا مامي تعطيني هذه نحيدو هذه. شوف 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 اريز نحيدو هذه هذه ارا يلا ارا نحيدو ارا هذيك يلا بارك هذه دوزات عندك تبارك الله صافي. المهم لحد الساعه راه دار الصواب هانتوما هادشي اللي خلاه ليه بعدا هادو اللي كيحمق عليهم هربهم ولا جا قال لي هادو لا ما تقيسيهمش وهادشي اللي بغى يخلي وفي الاخير هادشي تقريبا اللي حيدنا. المهم من بعدا منين نسخا بيهم قال لي ماشي مشكل نحيدوهم راه مزيان ونشوف دابا نشوف معايا مازال شي حاجه اخرى. مامي شوف نزيدو شي حاجه من هنا ولا بركه بركه ولا نزيدو بركه بركه قالك صافي بارك يلا بارك. ما كملت مع ولدي اتفقنا شنو غادي نقصوا دابا دزت جريت بنتي جبت لها مونيكاتها وبارياتها ونونوساتها باش حتى هي حطيت لها هنايا باش تبدا تهز وتحط. يلا مامي حطي دابا المونيكا ودوزي نهزوا هادشي اللي غنحيدو كما قلت لكم يلا قول كما كاين واحد المثل الانجليزي كيقول لك شيرين از كيرين يعني ملي كتبارطاجي وكتعطي الناس معنيتها انك كتهتم بالناس كتحب الناس يعني بحال كتعودوا وليداتكم انكم دائما تقاسموا واخا الحوايج اللي زوينين باقيين باغينهم تقاسموا مع الناس اللي محتاجين بهم. المهم هذه مامي نحيدوها هذه نحيدوها لا هذه بركه لعبتي بها بزاف هذه يعني نحيدو هذه نحيدو هاد لا خلي هاد نحيدو تاد الباربيات هادو عندك بزاف حيدي هادوك حيدي هاد الطوموبيل هادي تاع خوك نحيدوها هادي يا مامي هادي نحيدوها شوفي هادي نحيدوها لا علاش عندك عندك وحده اخرين لا خد. انا توحشت هادي توحشتي هاديك ولكن هادي هادي واش بغيتيها خليها الجهه الاخرى. يلا كملي جبدي لي الباربيات انا اللي بغيتي اري هاديك مامي هاديك هلو كيتي هلو كيتي اريها باركة لا انا تلعبي هذيك تاي بغيتي تلعبي بها صحاب لي ولدي لانو حل مع صدقت واحد ما بنتي اري لنا هذيك مونيكا رايه اري الاخرى هذيك 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 حيديها انا بغيت حيد يلا حيدنا دابا الباربيات بعدا مزيان من نقصات عليا الباربيات هذه حتى هي مام بارك واخا يلا هادو هادو بارك اريهم ليا اري الروبوت هادشي كلشي اري حيدو هادي يعني مزيان هي بدات كتسخى وهادوك هذيك مامي هادوك هادوك شوفي هلو كيتي الخرا صغيوره هادي هادي هادوك اللي تما اريهم حطهم تا هما لا وفي الاخير هادشي باش سخاهم الله وتبارك الله خير وبركه يعني هي المهم سلات الباربيات والمونيكات ديالهم وداكشي دابا غادي ندوز نقدم هكا فواحد الكريطينه. المهم راه دزت وجدتها هي باش نعمرها وكما قلت لكم راه كاينين عائلات هنا كنعرفهم ربما واحد العائله اللي غادي نتواصل معاهم هما الاولين نشوفهم واش غادي يبغيوهم. جات لهم دابا السليلات تاع الالعاب اللي اختاروا ودزت قديت لهم حتى القصص ديالهم. المهم هذوك القصص الجداد او لي كوليكسيون اللي باقي ما قريناهمش كاملين خليتهم ليهم ومثلا القصص اللي قريناهم عاودناهم بحال هادو اللي كبارين هادو بحال مثلا هادو ديزني فيهم بزاف هادو تاع لي برانسيس هادو عندها اصلا خديت لها واحد الكوليكسيون جديده صافي وهاد لون وتعلم وهادو حتى هما هاد القصص الكبار وهنا لقيت واحد جوج لعاب سالتين حتى هما غادي نطيروهم. فأهم حاجه من هاد الخطوه هادي اللي دخلت فيها الدراري هو انهم حيدوا لعابهم هما بخاطرهم ماشي من بعد يبداو يقول لك حيدتي لنا فين هي هادي فين هي هادي حيدوها ومن بعد بقيت كنقول لهم شوف راه غادي نعطيهم وليدات اخرين كيقول لك فصافي يعني بقاو بخاطرهم هادي هي اهم حاجه. حسيت راحه في التليفون واحد 5 دقائق ارتاحت ولكن عرفتي راه حسيت بالدوخه عرفتي فاش انا ما كنحملش الروينه الكثيره ولكن فما كتدخلي شي بيت كتلقاي عرمه كيتسناوك فيعني صراحه هاد البيريود كتكون صعيبه ومازال باقي ما كملتش هادشي باقي غير الحوايج وداكشي باقي مازال خاصني ندير الدوره الثانيه باقي الديكورات باقي الكوزينه باقي الكراج عرفتي شحال باقي تاع تماره ولكن كلشي على دري دوات هادو كوليكسيون دري دوات عرفتي مع قديتهم صورتهم باش نصيفطهم في واحد الجروب نشوف شوف الا بغاو هكا شي وحدين بغاو شي لوان فيهم ولا هذا حسيت براسي بحال كنبيع التواب مع الثقال غادي نقادهم في هاد الكارطونه هادي تنشوف من بعد الا بغاوهم شي وحدين يجيو ياخذوهم وصافي. دابا عاد ديت عاوتاني المرحله الصعيبه وهي خاصني نبدا نهبط هادشي لتحت ما يعني باش نخوي عليا الفوق نقص عليا تماره دابا انا برا انا ما عندك انت صار طري ديالك مع راسك اوه هاد الكرتونة تقيلة تاع الريدوات واش غادي
غادي نقول لكم البنات، حسيت براسي درت واحد الرياضه ما دايراش. عرفتي حتى ظهري شويه بدا كيضرني مع كانوا سله شويه ثقال، وانا اصلا ظهري على سبه. المهم ارتحيت منين بعدا نقصت عليا، وخا زعما اليوم كنت محمسه قلت غادي نكمل وغادي ندوز للكوزينه وندوز للديكورات. كسع صافي شفت تمام، عاوتاني مبغيتش نفرسي على راسي اكثر من القياس. حتى الغدا عاوتاني ندير شويه وبعدو ندير شويه. المهم اهم حاجه هي ما عنديش الجميع، يعني غير دابا غير هادشي اللي باغي نخرج، اما الجميع راه الشركه ان شاء الله لا تكلف به. وهاد مولات الكرسي هذيك السمساره اللي كانت جابت لي نعمر به هنايا هاد الجلسه، كل مره كنقولها شوفي جي دي الكرسي، كتقول لي اليوم غدا اليوم غدا. اليوم كانت دايره معايا مع 11 الصباح غادي تجي دي، ويمكن خرجت لها شي خدمه فدايره معايا مع الخمسه، وعلى الله تجي مع الخمسه ديه ليا ما عاد ولا مضيقني ولا يمكن انا بغا نخوي الدار بغا نقص 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 علاش ما قدرت. المهم نتمنى ان شاء الله تكون دوزتوا معايا وبقيتها زوينه خفيفه ظريفه، حمستكم شجعتكم تنوضوا انتم ان شاء الله تخملوا تنقصوا وتعطيوا، وان شاء الله يا ربي يفيض عليكم رزق كاملين، وهذه احسن دعوه يا ربي جعل لكم في في كل خطوه رزق يا ربي. المهم نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات روتينات وشي وجيده كيف العاده. بوسه كبيره لكم يا احلى غزالات، بسلامه.